درنا بسم الله نبدأ. إذا نديرو مراجعة الدروس خاصة بالباك فوالا سيونس مات و بي سي. دونك بالنسبة للدروس غيكون هذا الدرس ديال التحولات القصرية والتحليل الكهربائي، الأقمار الصناعية والكواكب، ثم حركة دقيقة شحونة داخلة مجال مغناطيسي منتظم. إذا غنديرو تمرين في كل درس باش نستافدو مزيان. دونك غندير التمرين الأول في التحولات القصرية، دونك التحليل الكهربائي غنديرو التحليل الكهربائي لحمض الكلوريدريك. وهذا التمرين طبعا الحال خدناه من الدورة العادية 2019 سيونس مارت، نحاولو باش نخدمو. دونك عندي فوالا محلول حمض الكلوريدريك حجمه في زيرو وتركيزه المولي سي زيرو، نستعمل الكترودين من الجرافيت مرتبطين مولد للتوتر، نلاحظ انبعاث غاز ثنائي الهيدروجين بجوار احد الكترودين وغاز ثنائي الكلور بجوار الكترود الاخر. هادو هذه ملاحظات مهمه جدا، انبعاث غاز ثنائي الهيدروجين احد الكترودين وغاز ثنائي الكلور بجوار الكترود الاخر. اذا هادو من النواتج. المعطيات هذه المزدوجتان المتداخلتان في هذا التحليل هما اش بليس اش دو فوالا اش بليس اش دو فوالا، وعندي سي ال دو فوالا سي ال موان فوالا. دونك هادو مزدوجتان متداخلتان. عندي ثابتة فاراداي، عندي واحد اف كتساوي 9.45 على 4 كولوم مول موان زان. دونك السؤال الاول اكتب معدل الكمية الى تحدثوا بجوار الانود فوالا. السؤال الاول دونك بسيط ما كاينش مشكل. المعادله الكيميائيه التي تحدث بجوار الانود دونك هي نوعها تفاعل اكسده، تفاعل عندي نوع التفاعل تفاعل اكسده. اذا بالنسبه لتفاعل الاكسده باش كنبداو بمختزل مزدوجه. شنو المختزلات اللي عندي؟ عندي سي ال او عندي سي ال دو. اصلا بالنسبه للملاحظات عندي انبعاث غاز ثنائي الهيدروجين دونك غيكون في النواتج. دونك عندي سي ال موان اصلا كاينه في المحلول. دونك هنا اذا هنا المعادله التي تحدث بجوار الانود هي سي ال موان فوالا. هنا عندي سي ال دو، هنا نضربو في جوج فوالا، هنا نزيدو جوج او موان فوالا. دونك هنا بالنسبه للمعادله الاولى. عندي بالنسبه للسؤال الثاني اكتب معادله حصيله تفاعل هذا التحليل الكهربائي. اذا بالنسبه للمعادله الحصيله باش تكون عندي المعادله الحصيله خاصني نصف المعادله التي تحدث بجوار الكاثود. بالنسبه للمعادله التي تحدث بجوار الكاثود هي التفاعل هي اختزال. دونك بالنسبه للاختزال باش كنبداو؟ اختزال كنبداو بالمعاكسين. شنو هما المعاكسات اللي عندي هنا؟ عندي سي ال دو عندي اش بيس. دونك سي ال دو طبعا الحال غادي تكون ليا. دونك في الملاحظات عندي انبعاث غاز ثنائي الكلور. دونك اذا عندي اش بليس كاين اصلا في المحلول، اذا غيكون هنا المتفاعلات اش بليس ولا اش 3 او بليس. اذا غتكون عندي هنايا اش بليس فوالا اش بليس وعندي فوالا سي اش دو فوالا عندي اش دو. لان عندي جوج اش هنا نضربو في اثنان فوالا هنا غندير زائد جوج او موان. إذا هنا عندي الكترونات هنا جوج أموان جوج أموان. دونك هنا فوالا غادي نجمع طرفي معادلتين باختزال الالكترونات. كنا نختزلو هنا جوج أموان مع جوج أموان باش نحصلو على المعادلة الحصيلة. إذا باش نحصل على المعادلة الحصيلة دونك غندير هنا جوج سي ال موان فوالا زائد جوج سي ال موان زائد جوج فوالا اش بليس فوالا. دونك غادي تختزل ليا اثنان او موان مع اثنان او موان. دونك غتبقى عندي سي ال دو زائد فوالا اش دو فوالا. دونك هادو غازات دونك انبعاث غاز ثنائي الكلور وغاز ثنائي الهيدروجين فوالا. ثنائي الكلور بجوار الانود وثنائي الهيدروجين بجوار الكاثود. دونك بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة، السؤال رقم ثلاثة يمر في دار التحليل انطلاقا من لحظة دي تساوي صفر تيار كهربائي شدته ثابتة اي اوجد قيمة بي اش المحلول عند اللحظة دي تساوي 30 مينيت. اذا بالنسبة لبي اش المحلول باش نلقى بي اش عنده علاقة باش بالتركيز ديال اش او بليس ولا التركيز ديال اش اش بليس. اذا هنا باش نحسب بي اش خاصني التركيز ديال اش بليس. اذا لابد ان نستعين بالجدول الوصفي. اذا بالنسبة لبي اش
في اش كيساوي لي ناقص اللوغ ديال التركيز ديال اش طروا او بليس فوالا. اذا هنا سنحتاج الى فوالا التركيز ديال اش طروا بليس او التركيز ديال اش بليس. كاينش مشكل هنا. اذا هنا نستعين بالجدول الوصفي فوالا، نستعين بالجدول الوصفي لتطور المجموعه الكيميائيه. هذا بالنسبه للجدول الوصفي، غادي نحاول ندير جدول وصفي بسرعه. دونك هنا عندي 1 2 3 فوالا 4 5 فوالا. دونك هنا غادي نحاول فوالا، هنايا عندي هنا المعادله الكيميائيه فوالا. هنا عندي الحالات، هنا عندي تقدم تفاعل. دونك هنا عندي الحاله البدئيه، عندي الحاله الوسيطيه، عندي هنا الحاله النهائيه فوالا. دونك هنا عندي كميات الماده فوالا. هنا غادي نحاول باش نكتب المعادله الكيميائيه. انا عندي 2 سي ال1 زائد 2 اش بليس فوالا. شنو تعطيني؟ تعطيني سي ال2 زائد اش اش2. اذا هنا عندي في الحاله البدئيه تقدم اكس تساوي صفر، الوسيطيه اكس تخالف صفر، هنا عندي الحاله النهائيه اكس اكس فينال فوالا. هنا غادي ندير نحاول باش ندير عندي التركيز. هنا عندي ديال سي ال1 التركيز ديال عندي عفوا كميه الماده ديال سي ال1 كميه الماده ديال اش اش بليس فوالا. دونك هنا نحاول باش ندير، دونك هنا عندي كميه الماده، اما ندير ان اي ديال سي ال1. دونك هنا عندي ان اي ديال سي ال1، هنا عندي ان اي ديال اش بليس فوالا. هنا عندي فوالا عندي الصفر صفر، لانه يلا غادي يتكونوا. هنا عندي ان اي ديال سي ال1 ناقص 2 اكس، هنا ان اي ديال اش بليس فوالا ناقص اكس. دونك غاديش يجيني تما كاين الجدول سميتو. غادي نحاول باش ندير الكتبة شوية صغيرة، نحاول باش ندير هنا. دونك هنا عندي ان اي ديال سي ال1 ناقص 2 اكس، ان اي ديال اش بليس ناقص 2 اكس فوالا. هنا تكون عندي اكس، هنا اكس فوالا، اكس بالنسبة لسي ال2، اكس بالنسبة لاش 2 فوالا فوالا. دونك هنا عندي، اذا غادي نكمل حتى بالنسبة للباقي. عندي ان اي ديال سي ال1 ناقص 2 اكس فينال، ال اي ديال اش بليس ناقص 2 اكس فينال. هنا غادي نديرو اكس فينال، هنا اكس فينال فوالا. دونك فوالا، دونك هنا غادي نكمل. دونك هنا عندي منساش عندي كمية مادة الكترونات فوالا تساوي 2 اكس ولا 2 اكس فينال على حسب شنو باغي نحسبو. هنا عندي قالك عند وحدتين تي، دونك يا مرتيار كهربائي فوالا، اوجد قيمة البي اش عند وحدة تي تساوي 30 مينيت، يعني في الحالة نخدم في الحالة الوسيطية، يعني عند اكس. إذا هنا باش نحسب التركيز ديال اش طروا او بليس، دونك خاصني التركيز ديال اش طروا او بليس ولا التركيز ديال اش بليس فوالا عند وحدة تي اللي هي 30 مينيت. دونك خاصني كمية المادة ديال اش بليس فوالا، كمية المادة ديال اش بليس عند وحدة تي، لاحظوا هي ان اي ديال اش بليس فوالا ناقص 2 اكس على فوالا حجم المحلول اللي هو يعني تما في زيرو، كيكون عندي تما في زيرو 500 مليلتر فوالا. دونك هنايا عندي، دونك هنا باش نحسب التركيز ديال اش بليس خاصني اكس، هنا خاصنا اكس فوالا باش نلقى اكس. اكس عندها علاقه باش بكمية مادة الالكترونات، لان هنا عطاوني شدة التيار. دونك عندي اكس كتساوي كمية مادة الالكترونات على 2 فوالا. كمية مادة الالكترونات نعلم ان فوالا، نعلم ان فوالا عندي اي فوا دلتا تي تساوي كمية مادة الالكترونات فوا ثابتة فرادار فوالا. اذا هنايا غادي نعوض، نرجع نعوض هنا. دونك كمية مادة الالكترونات هي شنو هي؟ اي فوا دلتا تي على ثابتة فرادار، ما ننساش الاثنان. اذا غنطلع نعوض فوق، اذا نعوض هنايا طلع غادي نعوض باش ندير تطبيق عددي هنا. اذا هنا عندي التركيز ديال اش بليس فوالا، غتساوي ليا ان اي ديال اش بليس فوالا، كمية المادة البدئية ديال اش بليس، دونك هي سي زيرو فوا في زيرو فوالا ناقص 2 فوا اكس فوالا. اكس قلنا هي فوالا اي فوا دلتا تي على فوالا 2 فوا ثابتة
فاراداي فوالا، وما ننساش مقسوم على فوالا مقسوم على في زيرو. اذا هنا في التركيز ديال اش بلس فوالا عند لحظتين دي غادي هنا غنختزل في زيرو مع في زيرو، تبقى لي سي زيرو ناقص فوالا اثنان غتجي مع اثنان تبقى اي فوا ضغط دي على فوالا في زيرو فوا ثابتة فاراداي فوالا. اذا هنا ديال اذا بي اش كيساوي فوالا ناقص اللوغ فوالا ديال التركيز ديال اش بيس فوالا هي هادي هي سي زيرو ناقص اي فوا دلتا دي على في زيرو فوا ثابتة فاراداي فوالا. صافي وغندير تطبيق عددي فوالا. بالنسبة للتطبيق عددي عندي بي اش كيساوي ناقص اللوغ فوالا، عندي هنايا سي زيرو عندي هنايا هي 5 في 10 أس ناقص 2 فوالا مول باغ لتر فوالا ناقص عندي اي هي 0.50 فوالا في دلتا تي، دلتا تي هي 30 مينيت، دونك هنا 30 مينيت، دونك 30 نحولها للثانية السكوند تنضرب في 60 فوالا 60 فوالا مقسومة على في زيرو، في زيرو هي 500 ونضربها في 10 أس ناقص 3 فوا ثابتة فاراداي فوالا هي 9.5 وستين في 10 أس 4 فوالا في 10 أس 4 فوالا، وندير تطبيق عددي داكشي اللي غادي يخرج لي صافي. دونك هذا بالنسبة للتمرين الأول. إذا تابعوا دونك عندنا ندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني في الدرس ديال الأقمار، حركة الأقمار الصناعية والكواكب. إذا في هذا التمرين بطبيعة الحال غيكون التمرين هذا غنديرو تمرين ديال كان تحط في الاستدراكيه 2017 سيونس مات. دونك كيدير دراسه ديال حركه القمر حول الارض والارض حوله، ثم حركه الارض حول الشمس. اذا يمكن لكم تشوفوا صندوق الوصف باش تاخذوا السلسله وتقراوا التمرين مزيان، وهذه الساعه باش تتابعوا معايا في الاجوبه صافي. دونك بالنسبه بدايه سؤال اول بسيط دونك ديال الدرس، عرف المرجع المركزي الارضي. دونك هنا المرجع المركزي الارضي، دونك هنا المرجع المركزي الارضي هو الذي يكون اصله منطبق مع مركز الارض فوالا، ومحاوره الثلاثه موازيه فوالا لمحاور معلم كوبرنيك. هذا اصلا درتو هذا السؤال هذا في الدرس، هذا ماشي مشكل بالنسبه لهذا فوالا. بالنسبه للسؤال الثاني اختر الجواب الصحيح. دونك بالنسبه للجواب الصحيح السؤال الثاني، دونك عندي الف، دونك الالف يعبر عن قيمه ثابته التجاذب الكوني بمتر سكوند موان دو، دونك هذه بين خطا، دونك بين خطا. دونك اصلا كتعرفوا بان المتر سكوند موان دو هي الوحده العالميه للتسارع، واصلا انايا القانون تاع نيوتن اف كيساوي فوالا اف كيساوي ليا ام اش، اذا ما يمكنش. اذا بالنسبه للباء متجه التسارع لمركز الباسور جي للارض مماس لمسارها الدائري حول الشمس فوالا، هذا خطا. دونك هنا كتكون اصلا انجذابيه مركزيه الخطا فوالا، باء خطا حتى هي. دونك بالنسبه للمتجهات عفوا التسارع كتكون دائما داخل مركز جيم، متجه التسارع اتجاه لمتجه التسارع اتجاه ثابت في الحركه الدائريه المنتظمه. دونك هنايا اتجاه خطا، هنا اتجاه ماشي ثابت هنايا لا د سرعه الحركه الدائريه المنتظمه لكوكب حول الشمس لا تتعلق بكتلة الكوكب. هذا صحيح وهذه أصلا مهمة جدا. إذا بالنسبة لجيم فوالا جيم خطأ فوالا دال صحيح، دال صحيح فوالا دال صحيح. علاش هنايا؟ لأن عندي فاش كنديرو عندي هنايا إف، إف كتساوي إم أ جي، إم أ جي هنا إم مثلا ديال الكوكب فوالا، إم ديال الكوكب فوالا. هنا عندي إف شكتساوي ليا؟ هنا باش كنديرو مثلا الإسقاط
مثلا في محور منظمي دونك شي بقى عندي هنا عندي هنا بقى عندي اف اش كتساوي ام ا ان اف شناهي اف مثلا هي جي فوا ام ديال الكوكب فوا ام مثلا ديال الشمس فوالا على ار او كار فوالا تساوي ام ا ان دونك غنمشي ام ا غنمشي ام ا ان فوالا وبالتالي هنايا السرعة دونك هنايا فاش غنستنتجو هنايا السرعة دونك عندي ا ان كيساوي في او كاري فوالا على ار غتستنتج السرعة هنايا دونك كتختزل ام ديال الكوكب وبالتالي فوالا تبقى السرعة لا تتعلق بكتلة الكوكب إذا الجواب الدال جواب صحيح إذا غنمشيو للسؤال رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة أعطي التعبير متجهدة قوة التجاذب كل منطبقة من طرف الشمس على الأرض الأرض في أساس فريني فوالا فوالا دونك هنا عندي إف هنا عندي إف أصلا دونك كتساوي لي أ أ جي دونك بالنسبة لأساس فريني دونك هنايا عندي هنا فاش كنديروا الاسقاط ديال اللحظه دابا شرحتها فاش كندير غندير الا بغيت التعبير ديال اف دونك نورمالمون خصني ندير الاسقاط في على المنظمي وعلى المماس هنايا هنا نقدر ندير عندي اف ممكن بصفه عامه ندير هنا عندي ان ولا في ا جي راه هي ا تي فوا اي زائد ا ان فوا ان فوالا دونك شنو تساوي لي هنايا اف لو غندير اف كتساوي ام فوالا فوا ا تي فوا اي فوالا زائد فوالا ان فوا ان فوا ان فوالا دونك هنا بالنسبة حددت هنايا عندي بما ان اف راها انجذابية مركزية دونك انا غتكون عندي ا تي كتساوي صفر وبالتالي اف غتساوي لي ام فوا ا ان فوالا فوا فوا ان فوالا دونك هذا هو التعبير ديال متجهات التجاذب الكوني في معلم فريني فوالا قوة التجاذب الكوني في معلم فريني دونك ندوزو السؤال رقم أربعة دونك بالنسبة للسؤال رقم أربعة تطبق قانون التنويع تبين أن حركة مركز باسورجي الأرض حول الشمس دائرية منتظمة دونك هنا مكاينش مشكل بالنسبة لهذا السؤال دونك غندير تطبيق ديال المراحل ديال قانون تشانل نيوتن دونك عندي ثلاثة ديال أربعة ديال المراحل المرحلة الأولى المجموعة المدروسة دونك أنا عندي جرد القوى فوالا جرد القوى ثم عندي تعبير القانون الثاني لنيوتن ثم عندي الإسقاط فوالا الإسقاط في معلم فريني أو في أساس فريني فوالا مكاينش مشكل دونك أنا عندي المجموعة المدروسة هنايا هنا عطي قال تنبي ان حركه مركز قصور جي الارض حول الشمس يعني هنا الارض حول الشمس في المجموعه المدروسه هنا اللي هي شنو هي الارض القوى هي قوه التجاذب الكوني اف فوالا اف ديال ام ديال اف ديال اس على ام فوالا قانون ثاني نيوتن هو اف ديال اس على ام كيساوي ليا ام ا جي بصفة عامة هاد ام هادي ديال الارض فوالا ام ديال لاتير فوالا هنا الاسقاط في اساس فريني دونك هنايا كيف ما موالفين دونك انا غادي نحاول فوالا باش ندير واحد سميتو فوالا مثلا ندير واحد سميتو انا عندي السرعة ديال الكوكب مثلا ديال الارض مثلا فوالا هنا عندي لاتير فوالا اللي كدور دونك نقطة مادية فوالا هنا عندي الشمس الصورة دونك هنا عندي الشعاع المسار دونك هنا عندي ار فوالا ثم هنا عندي الارتفاع فوالا هنا عندي الارتفاع اش فوالا الى اخره دونك هذا الشعاع ديال الشمس فوالا ديال اس مثلا ديال الشمس ماشي مشكل ولا اس صغيره ما عندناش مشكل اذا هنا لو بغيت ندير الاسقاط في معلم فريني دونك هنايا من الافضل غندير نرسم ترسم المماسي وهذا المماسي وهذا شنو هو المنظمي الا بغيت تفهم مزيان فوالا نديرو المتجهه المماسيه الاي وهذه المتجهه المنظميه ان على باش دير الاسقاط في اسقاط على المحور المنظمي والمحور المماسي يعني هنا غندير الاسقاط فوالا هنا غندير الاسقاط ديال القانون الثاني لنيوتن على المماسي فوالا وهنا غندير المنظمي فوالا هنا عندنا
دونك على المماسي دونك هنا اف شوف اف كي دايره مع المماسي فوالا بالنسبه لاف انجذابيه مركزيه فوالا نحاول نرسمها هي هذه نرسمها بلون اخر نحاول نديرها بلون اخر اسود فوالا هذه هي اف ديال اس على ام صافي فوالا دونك بالنسبه لاف مع المماسي دونك كنا متعامده دونك الا كانت متعامده نديرو الصفر صفر تساوي ام تي فوالا فوا ا تي فوالا هنايا دونك هنا بالنسبه للمنظمي دونك هنايا عندي نلاحظو اف مع المنظمي المتجهه المنظميه او الحامل ديالها دونك متوازيين عندنا نفس المنحى اذا ندير اف ديال اس على ام تساوي ام تي فوالا فوا ا ان صافي فوالا دونك شايف لي عندي دابا هنا لاحظوا هنايا كيفاش كتبين لي هذه ان ا تي تساوي صفر فوالا ا تي تساوي صفر و ا تي شنو التعبير ديالها هو دي في على دي تي اش كتساوي صفر اسكو عفوا دي في على دي تي كتساوي صفر يعني الشقق ديال السرعه كيساوي صفر يعني انا السرعه ثابته اذا ملي كانت عندي السرعه ثابته يعني شنو نوع الحركه هنا حركه راه منتظم صافي هنا بالنسبه للحركه ما حركه كتبان لي السرعه ثابته الحركه منتظمه فوالا ندوز بالنسبه هنايا بالنسبه للتعبير هنا هذا غادي نحاول باش نجبد منه الشعاع اف فوالا يعني التعبير ديال اف هنا اش كيساوي ليا كيساوي ليا جي فوالا فوا ام ديال الشمس فوا ام ديال الارض فوالا على اف او كاري فوالا ولا اف هنايا اف راه عندي هنا حتى عاطين لك التعبير تما ديال الشعاع المسار بالنسبه للارض بالنسبه للشمس ديال الماء غون اف فوالا تساوي ام فوالا ام ديال لاتير بطبيعة الحال هنا راه ام ديال لاتير فوالا فوا ا ان ا ان هي شناهي هي في او كاري بطبيعة الحال على اف اذا غتمشي هنايا لاحظوا معايا غتمشي ليا ام مع ان فوالا و ا غتختزل مع ا بحال غتبقى عندي جي ام على ا تساوي في او كاري فوالا اذا هنايا غادي نجبد ا غادي التعبير ديال الشعاع ا هنا اش غادي يساوي ليا فوالا غادي يساوي ليا جي فوالا جي فوا ام فوالا على في او كاري لاحظوا معايا مزيان هنا بغيت اخ فوالا جي فوا ام فوالا على في او كاري دونك تساوي كون كونستون تخالف صفر وبالتالي المسار المسار شعاع اذا نستنتج الحركه دائريه فوالا الحركه دائريه وبالتالي نستنتج ان الحركه دائريه منتظمه صافي فوالا اذا هنا نتابعوا يلا دونك هنا غادي نكملوا السؤال رقم خمسة بالنسبة للسؤال رقم خمسة أثبت بالنسبة لحركة مركز القصور جي الأرض حول الشمس تعبير القانون الثالث لكيبلر إذا هنايا غادي نرجعوا لهذا دونك التعبير ديال الشعاع آخ فوالا على السؤال قبل السؤال رقم أربعة مهم جدا صافي وغندير القانون الثالث لكيبلر القانون الثالث لكيبلر اش كيقول لي أنا دي أو كاري على آخ أوس ثلاثة فوالا كتساوي كونستونت خصني نبينها اذا باش نبينها خصني لابد واحد العلاقه ما نساوهمش دونك عندي في اش في كتساوي ا فوا اوميغا وعندي اوميغا كتساوي دو بي على تي فوالا اذا غادي اذا هنا في غادي نعوض تساوي ا فوا اوميغا هي دو بي على تي صافي وغادي نعوض هنا اذا ا تساوي جي فوا ام على في غادي نعوضها فوالا غادي نعوضها بهاد ار فوا تولى عندي هنا ار او كاري فوا دو بي اللي هي 4 بي او كاري على تي او كاري دونك على غادي على دائما اش كنديرو كنطلع فوق تولي تي او كاري اذا لاحظوا معايا هنايا مزيان دونك هنا الى درت جدا الوسطين يساوي جدا الطرفين مثلا تولى عندي ار اس 3 في 4 بي او كاري تساوي جي فوا ام فوالا فوا تي او كاري اذا هنا يتناسب مربع الدور تناسب مربع الدور تي او كار على ار اس 3 واش تساوي ليا فوالا تساوي ليا 4 بي او كاري على جي فوا ام هذه كونستونت فوالا تساوي كونستونت ولا تساوي ك ثابته فوالا هذا يحقق القانون الثالث لكيبلر او التعبير لي تعبير القانون الثالث لكيبلر اذا بالنسبه للسؤال 5 دونك السؤال رقم 6 دونك أول شيء تعبير الشعاع لمدار القمر حول الأرض بدلة ام ام تي تي بخيم اخ إذا هنايا لابد بصراحة خصنا
غادي نعتمد على القانون الثالث لكابلر بطبيعة الحال. إذا باش نعتمد على القانون الثالث لكابلر غنحتفظ بهذ العلاقة هذه نخليها، لأن عندي ما قالوا لي بدل الدي هو الدي بخيم. بالنسبة للدي بخيم خاصني نمشي نبين القانون الثالث لكابلر بالنسبة لدراسة القمر حول الأرض. إذا هنايا ندرس في البداية ندرس على حركة القمر حول الأرض. إذا باش ندرس حركة القمر حول الأرض غندير مراحل أربعة. دونك إذا نشوفو على دروسات ذات القوى، فالقانون الثاني لنيوتن، فالتعبير القانون الثاني لنيوتن، دونك نشوفو على دروسات ذات القوى، تعبير القانون ثم الإسقاط على المماسي وعلى المنظمي. دونك في الحقيقة غير على المنظمي باش نجبد غير التعبير، هذا التعبير الشعاع هذا، فوالا. تعبير الشعاع نفس الطريقه اللي خدمنا توصل تعبير الشعاع. الشعاع هنا تلقى الشعاع ار هنايا، لان الشعاع المسار هنا رمز لكم ار. دونك ار شنو تساوي لك جي فوالا، ولكن هنايا الكتله ديال ماشي الكتله هنا ديال الشمس. دونك هنا غيكون عندي الكتله ديال الارض، لان القمر يدور حول الارض ام ديال لاتيغ فوالا على في اوكاري. فوالا هنا في شنو هو؟ سرعة القمر حول الأرض، هنا في سرعة الأرض حول الشمس، إذا ماشي نفس الاسمين. إذا فوالا هنا غندير عاوتاني نفس الشيء بنفس هنايا بهذ العلاقة اللي كاينة لي. دونك غندير نفس الشيء. دونك أنا عندي في كتساوي إر فوا أوميغا، وعندي و أوميغا كتساوي دو بي على دي. إذا في تساوي إر فوا دو بي على دي. الوغ غندير التطبيق هذا، التطبيق عفوا ولا التعويض. اغ شغيو يساوي لي هنا، يقول عندي جي فوا ام دي على في اوكاري، اللي هي اغ اوكاري فوا 4 بي اوكاري فوالا على دي اوكاري. دونك اطلع الفوق فوالا على دي اوكاري. اذا هنا نفس الشيء. دونك انا غتولي عندي اغ اس 3 في 4 بي اوكاري. دونك هادشي باش نوصل للقانون الثالث لكابلر فوالا بالنسبة للقمر حول الأرض، تساوي ليا جي فوا ام دي فوا دي او كاري. إذا هنا نستنتج أن دي او كاري على أغ أس 3 تساوي 4 بي او كاري على جي فوا ام دي فوالا. هنايا بالنسبة لدي هنايا ردو البال، هنا راه دي دور فوالا دور ديال القمر حول الأرض، هنا نرمزو ليهما بدي بخيم. هنا غندير دي بخيم فوالا، هنا دي بخيم إلى آخره. فوالا اذا هنايا نتابع باش نكمل عندي العلاقه اللي خصني نوجد بيناتهم التعبير ديال ار. دونك هذه العلاقه هذه غنسميها رقم واحد، وهذه غنسميها رقم جوج. فوالا لاحظوا معايا مزيان، هذه عندي هنايا دي او كاري على ار اس 3 فوالا كتساوي 4 بي او كاري على فوالا هي جي فوا ام هنا جي ان دي. غادي نحاول باش نبطل. دونك هذه دونك هنا من واحد من واحد شنو غنجبد؟ غادي نحاول نجبد عندي تي او كاري، دونك غنضرب في ان فوالا، نضرب في ان تولي عندي ان فوا تي او كاري فوالا على ار اس 3 تساوي 4 بي او كاري فوالا على جي. دونك هادي ثابتة إلى آخره. دونك هنا بالنسبة من اثنان فوالا لاحظوا معايا، جينا لجوج اش كتلاحظوا حتى هي نفس الشيء، غندير تي او كاري فوا ان تي فوالا على ار اس 3 فوالا اش تساوي لي؟ تساوي 4 بي او كاري على جي. لاحظوا هذه كيساوي نفس الثابته. هنايا اش كنستنتج؟ نستنتج ان ام فوا تي او كاري على ار اس 3 اش تساوي لي؟ تساوي فوالا تي او كاري فوا ان تي على ار اس 3 فوالا. وصافي نجبد دابا التعبير ديال ار. اذا هنايا ار اس 3 اش غتساوي لي؟ اولا جبت ار اس 3 هي شناهي؟ هي ار اس 3 فوا دي او كاري فوا ام دي فوالا، دابا الرياضيات على ام فوا دي او كاري فوالا. اذا الى بغيت ار دونك راه غندير جذر مكعب ديال هذا التعبير هذا، ولا ندير ار تساوي هذا التعبير اس 1 على 3 وندير التطبيق العددي ونحسب القيمه ديال ار. عندي جميع المعطيات تمايا الى اخره فوالا. هذا اللي يمكن. اذا نتابع فوالا التمرين الثالث. دونك عندي خدناه من الاستدراكيه 2018 سيونس مات. دونك هنا التمرين هذا شفتوا فيه تدخلوا دقيقتان
فوالا مش هنا الى مجال مغناطيسي منتظم ب سرعه بدئيه في حيث المتجهه ب فوالا عموديه على متجهه في فوالا هنا دقيقتان عندي الهيليوم دو بليس وعندي الاكسجين الاستثنائي ناقص فوالا بنفس السرعه كيدخلوا بنفس السرعه البدئيه في وداخل هذا المجال المغناطيسي فوالا حنا عطاونا المسار المسارين الدقيقتين فوالا ولكن ما معروفينش فوالا واحد ولا جوج حنا اللي غادي نحدوهم بالنسبه للسؤال الاول اذا بالنسبه للسؤال الاول مفروض تحديد فوالا مسارين الدقيقتين واحد ولا اثنان دونك عندي الدقيقتين عندي هما الهيليوم دو فليس وعندي الاكسجين اثنان ناقص دونك هذه مشحونه موجبه وهذه مشحونه سالبه اذا هنايا غادي نحاول باش نحدد المسار ديال كل دقيقة، باش نحدد المسار ديال كل دقيقة، لاحظوا أن المسار أحدهما انحرف نحو اليسار، والآخر انحرف نحو اليمين، إذا أنا غادي ناخذ نعتمد على المنحة ديال القوة المغناطيسية، فوالا ديال كل وحدة، وغادي نشوف، فوالا لاحظوا معايا، غادي نحاول باش نشوف دونك بي كتخرج من راحة اليد، فوالا هنا عندنا داخل، عندنا داخلة، بالنسبة للفي كتخرج من الأصابع نحو الأعلى. إذا لاحظوا معايا بالنسبة للإبهام يمثل القوة المغناطيسية F، إذا بالنسبة للدقيقة اللي كتكون مشحونة موجبة، كناخذوه مباشرة المنحة ديال القوة مباشر، فوالا، هنا إذا نحو اليسار، إذا اللي مشحونة موجبة، فوالا هي الدقيقة ديال الهيليوم، إذا المسار ديالها غيكون هو مسار اثنان، إذا هنا المسار اثنان. فوالا وبالنسبة للدقيقة اللي مشحونة سالبا دونك ما كناخذوش القوة المنحة المباشر للقوة المغناطيسية فكنعكسو المنحة ديال القوة المغناطيسية وبالتالي كيصبح كناخذو هو نحو اليمين وبالتالي المسار واحد فوالا هو سيكون هو للدقيقة المشحونة سالبا فوالا دونك هذا بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني دونك هنا السؤال الثاني اش كيقول لنا بتطبيق القانون تان نيوتن بين حركة الأيون الهيليوم دو بليس فوالا حركة دائرية منتظمة فوالا مبينا تعبير الشعاع آغ ديالها إذا هنايا باش ندير نطبق القانون تاني نيوتن هنا عندي حركة دائرية دونك غندير الإسقاط في معلم فريني فوالا يعني الإسقاط على المماسي والإسقاط على المنظمي وبالتالي غندير المراحل الأربعة بطبيعة الحال غنخدمو في مسار اثنان إذا هنا عندي المراحل الأربعة عندي مجموعة مدروسة فوالا عندي القوى وعندي هنا تعبير القانون تاني لنيوتن ثم أخيرا غنديرو الإسقاط فوالا الإسقاط على المماسي فوالا على المماسي ثم الإسقاط على المنظمي فوالا وغادي نخدم إذا هنا مجموعة مدروسة عند الدقيقة اللي هي الهيليوم دو بليس فوالا اللي عندها من المنحنى ديالها ولا المسار ديالها هو اثنان عند القوة هنا كاتب لنا واحد المعلومة في الامتحان ولا في التمرين أن الدقيقة تخضع فقط لقوة لورينز فوالا يعني وزنها مهمل اذا انا عندي اف ام القانون الثاني لنيوتن اذا انا عندي اف ام كتساوي لي ام ا جي فوالا بالنسبه لاسقاط ديال القانون الثاني ديال نيوتن دونك هنا لاحظوا معايا بالنسبه للقوتين دونك هنا قلنا بالنسبه للاثنان دونك هي هذه دونك انا عندي اف اي ار مرسومه على هذه المقدار اف فوالا اف ام بالنسبه للهيليوم فوالا بالنسبه للتمثيل ديال معلم فريني دونك انا عندي هذا المنظمي عفوا المماسي وهذا المنظمي فوالا المتجهه المماسيه هي اي لاحظوها هي اي وعندي المتجهه المنظميه فوالا هي ان فوالا هي ان داخل المركز ان اذا بحيث اي وان حامل كل منهما متعامدان الى غير ذلك إذا هنا بالنسبة للاف ام ها هي اف ام مع ان هي معها متوازية معها وعندهم نفس المنحة إذا غادي ناخذ اف ام بالنسبة المنظمي بالنسبة المنظمي وبالنسبة للمماسي المماسي عندي هنايا اف ام بالنسبة للمماسي متعامدة معها إذا هنا متعامدة مع نبدأ بالمماسي نخدم على المماسي إذا اف ام مع اي فوالا متعامدين إذا هنا غندير صفر تساوي ان ا دونك بالنسبه للمماسي غندير ا تي بالنسبه للمنظمي اف ام لاحظوا انها متوازيه معها وعندهم نفس المنحه اذا غندير اف ام اذا كتساوي ان ا
ان فوالا. اذا هنا ماذا نستنتج؟ اذا هنا نستنتج من الاول ان ا تي تساوي صفر. ا تي هي شنو التعبير ديالها؟ ودي في دي تي تساوي صفر. اذا ماذا نستنتج هنا؟ ان في كونستانت، وبالتالي نستنتج على الحركه منتظمه. فوالا حركه منتظمه. هنا شنو كنستنتجو؟ بالنسبه لبغي يبين الحركه الدائريه لا يكفي ان التسارع المنظمي هنا يكون ثابت، وبالتالي هنا ثابت ا ان كيساوي اف ام على ام، وبالتالي ثابت. ولكن هنا قال لك استنتج لي التعبير ديال الشعاع ديال المسار. اذا انا غادي نحاول مباشره باش نخدم ونجبد الشعاع. الا لقيت الشعاع ثابت فان اذا الحركه دائريه. اذا عندي اف ام، شنو هو التعبير ديال اف ام؟ دونك المنظم ديال المتجهات ديال قوه لورينز، دونك هي القيمه المطلقه ديال كي فوا في فوا بي تساوي ام طبعا ديال الهيليوم اللي هي المجموعه المدروسه. فوالا عندي ا ان هي راه في اوكاري على ار بطبيعه الحال ديال الهيليوم. فوالا هنا بالنسبه للشحنه الدقيقه هي 2 ال، اذا بطبيعه الحال القيمه المطلقه ديال كي راه كي راه هي 2 ال. اذا غادي نعوض هنايا فوالا ونختزل ب في. فوالا لاحظوا معايا غنمشي دابا هنا. اذا هنا عندي اتولى عندي 2 ال غتمشي ليا في مع في هنا لاحظوا، ولا تبقى ليا بي تساوي دونك الكتلة ديال الدقيقة فوالا فوا في على الشعاع ديال الدقيقة. وبالتالي غنستنتجو هنا الشعاع ديال الدقيقة اللي هو ار ديال الهيليوم. فوالا اش غيساوي ليا؟ غادي يساوي ليا الكتلة ديال الدقيقة فوا في على 2 فوا ال فوا بي، وهو كونستانت يخالف الصفر، وبالتالي الحركة فوالا حركة دائرية. فوالا ومن هنا نستنتج أن الحركة دائرية منتظمة. راه لابد ندير واحد الاستنتاج هنا. بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة، السؤال رقم ثلاثة قالوا لنا استنتج أو حدد التعبير ديال النسبة ار ديال او 2 ناقص على ار ديال الهيليوم دو بليس. إذا هنا غادي نحدو، قال لك حدد، أنا غادي نحدو مبيانيا. إذا بالنسبة للشعاع ديال ار ديال او 2 ناقص لاحظوا بالنسبة للدقيقة 2 ناقص عندها مسار واحد. بالنسبة للشعاع ديالها دونك هنا عندي كنخدم بلي ديفيزيون، حيت أنا ما عنديش أنا مسطرة، خدمة لي بلي ديفيزيون أو بالتربيعات ولا بالتدريجات. دونك هنا عندي 8 فوالا. بالنسبة للشعاع غيكون ربعة ديال لي ديفيزيون، هنا عندي ربعة ديال لي ديفيزيون فوالا. غنقسمها على بالنسبة للهيليوم عندي هنا القطر هو جوج، إذا الشعاع غيكون عندي واحد ديفيزيون فوالا تساوي 4. دونك فوالا 4، إذا النسبة هنا تساوي 4، إذا هذا مبيانيا. بالنسبة للسؤال رقم 4، دونك هنا حدد كتلة الدقيقة ديال الأكسجين. فوالا حدد كتلة الدقيقة ديال الأكسجين وعاطينا في المعطيات فوالا الكتلة ديال الدقيقة ديال الهيليوم. فوالا إذا هنا غنعتمد على هاد النسبة هاد فوالا بهذه النسبة، وكنعتمد على التعبير ديال الشعاع ديال كل وحدة انطلاقا من التعبير ديال الشعاع اللي وجدناه في باش بينا الحركة دائرية منتظمة. إذا هنا غنمشي للنسبة على هنايا عندي ار ديال او 2 ناقص هي الكتلة ديال او 2 ناقص فوالا في في فوالا في في على 2 فوا او فوا بي فوالا مقسومة على الشعاع ديال الهيليوم اللي هي الكتلة ديال الهيليوم فوالا فوا في على دونك طلع فوق 2 او فوا بي. إذا لاحظوا معايا غتمشي في مع في أنا ثابتة، 2 او مع 2 او بي مع بي، دونك هادشي كامل غيساوي ليا 4 اللي هي هنا. إذا شنو غيبقى ليا؟ دونك إذا هنا بقى لي الكتلة ديال الأكسجين على الكتلة ديال الهيليوم فوالا دو بليس فوالا غتساوي ليا 4، وبالتالي أنا كنقلبو على الكتلة ديال الأكسجين. إذا الكتلة ديال الأكسجين يعني ناقص غتساوي ليا 4 في الكتلة ديال الهيليوم فوالا دو بليس فوالا، وهذا عندي 4. عندي الكتلة ديال سميتو عطينا ليه في المعطيات ديال الهيليوم دو بليس، وبالتالي غادي نلقاو غادير التطبيق العددي تلقى 2.67 في 10 أس ناقص فوالا 26 كيلو غرام. هذا هو التمرين، والسلام.